صليحة وتيكي شاركت في مظاهرة 11 ديسمبر 1960 بحي بلكور في العاصمة، وهي في عمر الزهور مع أبناء حيها رافعين الرايات الوطنية الجزائرية. فراية العلم كانت تثير فيهم نشوة وإحساسا بأن الحرية آتية لا محالة، فحملوه متحدين الجيش الفرنسي، رافضين الاستعمار الغاشم، مرددين الأناشيد الوطنية. صليحة وتيكي كبقية أقرانها كانت تحلم بطفولة هادئة، لكن روحها المشبعة بالوطنية ساقتها للمشاركة في المظاهرات. تقدمت الموكب رغم صغر سنها الذي لم يتعد أنذاك 12 عاما، وكلها فخر وأمل في تحقيق الاستقلال. حمل المتظاهرون الطفلة صليحة على أكتافهم متحدين الحاجز، وكم كانت فخورة بقربهم من الحي الأوروبي. لكن سرعان ما ظهرت علامة الانزعاج وعدم تقبل الأقدام السوداء المسلحين رؤية راية جديدة غير التي عهدوها. فقابلوا المتظاهرين السلميين بإطلاق نار كثيف لتصاب صليحة على إثرها وتقع شهيدة. صليحة كان كل أملها في أن ترى جزائر مستقلة، خرجت من بيتها ولم تعد، قدمت حياتها لتعيش الجزائر حرة مستقلة.